نشر الجيش الإسرائيلي يوم أمس اسمي ضابط وجندي قتل في المعارك ليرتفع إجمالي عدد القتلى من الجيش الإسرائيلي خلال 4 أيام إلى 8 قتلى. وقال الجيش الإسرائيلي إن أحدهما قتل في معركة وسط قطاع غزة وعمره 36 عاما، أما الآخر البالغ من العمر 21 عاما فقتل في الشمال. وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر الماضي إلى 700 وقتيلين بين ضابط وجندي.